السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل مثلا زي سد ونبدأ نشوف لو في مية نازلة على المنحدر هيقدر يرسم قدام ولا لأ. خلينا نرسم بلان مثلا بالزاوية ديت اهوت، تمام. طيب وهنبدأ نرسم سد اهوت. ممكن لو انت حابب ان تصغره تقدر تعمل عليه سيلكت ويتصغره بالشكل دوت. وهنفترض ان في مثلا سحب جاية، او ممكن حتى نرسمها بالشكل دوت، تمام. وتيجي تعمل عليها وتخليها بالشكل دوت. وهنا السد دوت لازم ينزل طبعا شوية، وخلينا نبدأ نقول له اعمل التجربة. فالمية هتمشي، زاحت السد بشكل سيء جدا. فهنعمل التجربة تاني، يبقى السد ده محتاج ان هو يكبر. وخلينا نختار الماتيريال بتاعته، هنقول له مثلا انها ستون بالشكل دوت، ونعمل بقى التجربة. برضو فشلنا. وطبعا انت ممكن تشوف كل الارقام اللي انت حاببها، الفيلوسيتي وكذا. وممكن ما نغيرش في دوت الحجم بتاعه، بس ممكن نزود الوزن بتاعه، تمام. ونشوف المس قد ايه بالشكل دوت، ونبدأ نقول له اعمل التجربة. فالحمد لله صمد شوية. طبعا في برامج بتبقى متخصصة أكتر في الحسابات بتاعة السدود والحاجات دي، ده مجرد بس بتشرح الفكرة للطلبة لا أكثر ولا أقل. يعني ده برنامج اسمه الجودو، برنامج ظريف تقدر تشرح بيه برامج خاصة بالفيزياء بي.